فاشر ايضا من المباريات المؤجله. بسكار يعكس كره، فرصه خطيره ولكن يبعد محمد ادم، فرصه خطيره تمر الى ركنيه ثانيه لفريق المريخ، مقابل ركنيه واحده للهلال. كادوغلي ركله الزاويه يتقدم لتنفيذ الركنيه. اوجو اوجو كرة محبوسة من الركنية، جول يبصم ويرسم ويرتقي ويسجل الهدف الأول في المباراة. طلعات المدافعين اللي دائما بشكل خطورة، واللي قادمون من المنطقة الخلفية واللي بيجدوا الفرصة مهيئة للارتقاء وللتسديد الرأسي الممتاز، كل يسجل هدف. ونحن في هذه المباراة في الدقيقة الأولى للزمن بدل الضائع في شوط اللعب الأول، من كرة محكوسة من الركنية وقادم من الخلف وارتقاء وهدف لصالح فريق المريخ. كولي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 46. صام الفريقان على التسجيل طيلة زمن رسمي في شوط اللعب الأول، بصم وسجل اللاعب كولي في الدقيقة الأولى من الزمن بدل